يا استاذ شوقي اتفضل. يمكن السوشيال ميديا كانت اتكلمت خلال الايام اللي فاتت عن وجود راعي جديد لنادي الزمالك هيبقى على صدر التيشيرت، وهو احد الشركات العربيه يعني مختصه بخطوط الطيران، وتم التاكيد بقى على ارقام وهيتم توقيع العقد وثلاث سنين والكلام ده كله. انا بقول لك الكلام ده مفيش الكلام ده تماما، مفيش الكلام ده تماما. تمام. اولا هي الموضوع ليه شقين. اول شق انه الراعي الموجود دلوقتي على تيشيرت الزمالك هو مدته 3 سنين، ماشي، تمام، دي رقم واحد، فبناء عليه ما ينفعش ان انت تقدر اصلا تفسخ معاه. رقم اتنين انه في اخبار مغلوطه في الوقت الحالي هي كتير عماله تنتشر بخصوص موضوع الرعايه، ودي زي ما بيقولوا في الاخر بترفع سقف التوقعات للجمهور، ودي في الاخر زي ما بيقولوا بتضغط في الوقت الحالي، ممكن تضغط على الاداره الحاليه. لكن انا برضو هشرح لك برضو الكواليس مشيت حوالين الموضوع ده وفهمت. يلا. في الوقت الحالي هو الملف ده ماسكه استاذ هاني شكري، والملف ده في الوقت الحالي الزمالك بقى عنده راعي كان على الكم، يعني ظهر على في الوقت الحالي بيتم التفاوض او شبه الاتفاق مع راعي هيبقى موجود مع الفريق. طيب كلام فين؟ في كلام ان هو ممكن يبقى هنا شورت، وممكن يبقى في الحته دي، تمام، يعني برضه انا بشرح على الشورت او في صدر التيشيرت. في الوقت الحالي ليه بيتم يعني الموضوع اتاخر شويه، او زي ما بيقولوا الناس شايفه انه ليه الزمالك ما اعلنش حتى الان؟ يمكن نتيجه انه التعاقدات السابقه واللي الزمالك مجبر ان هو يكملها الارقام ما كانتش كبيره، فبتيجي تتفاوض مع شركه جديده يقول لك طب ما الرقم المدفوع دلوقتي هو رقم قليل، فبناء عليه الزمالك خد وقت طويل قوي لغايه ما يقدر يوصل، وقرب انه يوصل، اقترب بشده انه يوصل لراعي ثالث يبقى موجود مع الفريق. زي ما بيقولوا مش هقول هيدخل كام لانه حتى الان الرقم ما تمش، لكن هنقوله ان شاء الله اما يتم التوصل ليه. لكن في الوقت الحالي هو اللي انا عارفه ان استاذ هاني شكري يخلص انه يدخل راعي كمان، ولكن هيبقى كمان في استفاده داخل نادي الزمالك، مش مجرد استفاده للفريق الاول، هيبقى في استفاده من اكتر من حاجه، خصوصا ان كمان في اعلانات داخليه داخل نادي الزمالك. نادي الزمالك السور بتاعه فيه اعلانات ممكن يتم الاستفاده بيها في الملف ده.